علامة على أن الله قبله. ولحطيت انت هذاك القربان وما هبطتش لي هذيك النار من السماء وما كلاتوش هذيك النار، يعني الله عز وجل ما قبلش لي. فهذو بني آدم أنه من اللي واحد جاب أفضل ما عنده وتقرب به إلى الله. أخرج بالشياطة، علاش عاد سيد ربي؟ بحال كي يدير واحد كيقول لك نخرج الزكاة، نخرج الزكاة، كيمشي يقلب مثلا عنده واحد 45 حولي، ياك على كل 45 خصو يخرج واحد، ولا على كل 40 خصو يخرج راس، على كل 45 خصو يخرج راس. هذه 45 شنو كيقلب؟ كيقلب على ذاك الحولي ذاك اللي لابس لي قرن وعر جميل جد وعوره لي عين وقطع لي لق الصبا وودنه مقوله وفيه هوم ومجراه، هو فارزه اصلا على النعام وعلى الكوال الاخرين، يقول لك هذا هو اللي غادي نخرج الزكاة. فنفس القضية، هذا جاب أفضل ما عنده، والآخر مشى قلب على ذاك القمح ديال الرامو اللي فيه الرامون وعامل خرب وجابه وحطوا بها هادشي راه باش تشوفوا واش يقول الله. لما نزلت النار أكلت قربان الأول ولم تأكل قربان الثاني، دليل على أن الأول تقبل منه والثاني ما تقبلش منه. فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، الآخر جاء الحسد. داء الأمم. الحسد عليه الصلاة والسلام قال لهم دب إليكم داء الأمم. الحسد إنها الحارقة اللي كتكرر. ويقول النبي عليه الصلاه والسلام لا اقول تحلق الراس ولكن تحلق الدين. انسان اللي فيه الحسد الدين ديالو تيكرطوا ليه عياذا بالله. علاش هو اللي خلق المشاكل؟ قلبوا في المحاكم شنو علاش؟ اصل المشكله شنو هو؟ خلق الحسد. يا اما حسوا على الفلوس، حسوا على الطوموبيل، حسوا على المراه، حسوا كاين اللي حسبك على حلم حلمتيها. غاتحلم براسك مشيتي للحج تعاود عليه الصباح يتيلفك بالعين. في العشية صيفطت في السخانة، يا ودي أنا حلمت. فجاش النبي عليه الصلاة والسلام وهذا استطراد، قال لك إذا رأى أحدكم في المنام ما يسره، إذا شفت شي حلمة زوينة، قال لك فلا يقصنها إلا على من يحب. تعود غير ذاك اللي عزيز عليك تتحبو ويحبو. راح يتكلم صغير تيقوس عليك في الحلمة. نسأل الله العافية، والعين حق ولا ماشي حق؟ العين حق، طبعا ما نصفش كل شيء في العين ولا في العين حق. محل الشاهد هو أنه جاء الحسد. علاش تقدر يقبل من عند بنته وما يقبلش من عندي أنا؟ فالاخر اشار له وبين لي العلامه في كاينه، ان العلامه علامه في الوقت. ماشي قضيه في اجل ما باش نجديش، وقضيه قلب شنو فيه. فقال له انما يتقبل الله من المتقين. هذيك انما كيقول سياده ديال اللغه انه ملي كتجي ان حرف مسلم وتوكيل، ملي كتدخل عليها هذيك ما النافيه قال لك اسيدي تفيد الحصر. زعما تفيد الحصر يعني الكلام، مفهوم الكلام انما يتقبل الله من المتقين، اي ان الحالة تقول المعنى ديالها لا يتقبل الله الا من المتقين، يعني غير المتقين لا يتقبل الله منهم. ربما شي واحد اللي اذن نمتم بعد الاذان ان شاء الله.